السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلة، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. وزير النقل يصل حضرموت ويتفقد بمعية محافظ حضرموت على رمي المنشآت والموانئ بالمكلة. وصول أكثر من 6500 طن إلى الديزل المخصص لتشغيل محطات الكهرباء من المنحة السعودية. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يسلم مراكز الكلى بحضرموت محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير النقل صالح الجبواني ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على أهمية تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي بالمحافظة والارتقاء به. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما صباح اليوم بالمكلا، ورحب المحافظ خلاله بزيارة وزير النقل للمحافظة وجهوده في متابعة القضايا المتعلقة به والارتقاء بمدراء المكاتب والمنافذ البرية والبحرية والجوية بالمحافظة، والخروج بحلول ترفع من جودة العمل وتحسن منظومة النقل بحضرموت. من جانبه، أوضح الوزير الجبواني بأن هدف الزيارة هو الاطلاع على أوضاع المؤسسات والهيئات الخاصة بالنقل وحل المشكلات التي تعرقل سير عملها، مشيرا إلى أنه لدى الوزارة توجه جديد للعمل من خلال توسيع نشاط ميناء المكلا وإنشاء ميناء جديد في منطقة بروم أو الضبة وإنشاء المنطقة الحرة بمنفذ الوديعة البري وغيرها من المشاريع الهادفة إلى تطوير قطاع النقل بحضرموت. وفي سياق متصل إلى ذلك، عقد وزير النقل ومحافظ حضرموت اجتماعا بأعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت للتباحث معهم حول إسهامات رجال المال والأعمال في مشاريع قطاع النقل بحضرموت. كما تفقد وزير النقل صالح الجبواني ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم التجهيزات الجارية لإعادة تشغيل مطار الريان الدولي. وتعرف الوزير والمحافظ من مدير عام المطار المهندس أنيس باسويطان على الأعمال التي تجري حاليا لاستكمال تركيب الأجهزة الخاصة بصالتي الاستقبال والمغادرة وبقية المرافق الخاصة بهما. وأشاد الوزير الجبواني بمستوى الإنجاز الذي تحقق لمطار الريان الدولي خلال فترة قياسية وبمواصفات ومعايير ذات جودة عالية وجهود السلطة المحلية بالمحافظة في إعادة تشغيل المطار، مؤكد بأن الوزارة تتجه نحو أن يكون مطار الريان الدولي مطارا محوريا، وأن الوزارة ستوفر كافة النواقص التي تحتاج لها عملية إعادة التشغيل، ومنها توفير سيارتي إطفاء للحرائق. وفي سياق آخر، تفقد وزير النقل النشاط التجاري والملاحي في ميناء المكلا، وأوضح خلالها أن الوزارة بصدد تطوير الميناء على مرحلتين. وكما عقد الوزير الجبواني اجتماعا مع مؤسسة موانئ البحر العربي مناقشة تطوير ميناء المكلا، واستعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بتطوير الميناء من خلال بناء أرصفة جديدة وإيجاد مقترحات بديلة. الأخوان جميعا أتينا لتفقد مؤسسات النقل. نحن ذهبنا بالصباح إلى ارتبطنا كثيرا تكون الصالة الرئيسية لمطار الريان الدولي قد تم تجهيزها، ولم يبق إلا أسابيع قليلة سيتم الافتتاح الرسمي لمطار الريان الدولي. ونحن في هذه اللحظة هنا في ميناء المكلا نزور الميناء، نشاهد المنشآت القائمة، ندرس مع الأخوان في مؤسسة موانئ البحر العربي ما هي الصعوبات، ما يتطلب الميناء من عمل، سواء في التوسعة، سواء في المنشآت، سواء في عملية المناولة للحاويات. المهم نحن هنا في المحافظة جينا لنزور موانئ ونزور منشآت النقل، نبحث عن تطوير هذه المنشآت لكي نقدم خدمة أفضل للناس.
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون أن العملية التربوية والتعليمية بمدارس الساحل استطاعت أن تحقق الكثير من المكاسب والإنجازات للقطاع التربوي والتعليمي. جاء ذلك خلال ترأسه اللقاء الموسع لقيادات الإدارات المدرسية ورؤساء أقسام والإعلام والأنشطة بإدارات مديريات المكلا والشحر وقي الباوزير والريدة وقصيعر لمناقشة التهيئة والاستعداد للمعرض 16 للوسائل التعليمية في الأنشطة اللاصفية للفصل الدراسي الثاني للفتيات، والتي ينطلق في 23 حتى 27 من فبراير القادم، موضحا أن هذه النشاطات تعد الرافدة والمكملة للعملية التربوية والتعليمية لإظهار نجاحات الطالبات في الأنشطة اللاصفية. وعقب ذلك فتح باب النقاش وتقديم الآراء والمقترحات الخاصة بمعرض الوسائل التعليمية والأنشطة اللاصفية من الحاضرين. افتتحت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بمدينة تريم 4 وحدات صحية في مناطق الروضة ومولى عديد وحصات المقاتيل والفجير بتمويل من منظمة اليونسيف العالمية ضمن مشروع الحزمة الصحية التكاملية. واستهدفت الحزمة الصحية لتأتي ضمن برنامج الرعاية الصحية الأولية التجمعات السكانية التي لا توجد فيها خدمات طبية لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية للأطفال والأمهات، وتقديم الخدمات الصحية في الرعاية الصحية الأولية لما يقارب 23,628 نسمة في تلك المناطق. أوضح مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري أن باخرة عدن بريس التي وصلت إلى مينا المكلا تحمل على متنها 6525 طن من مادة الديزل ضمن منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات إنتاج الطاقة، والتي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مضيفا أن عملية التفريق قد بدأت في الرصيف رقم 1 بمينا المكلا ثم إلى أنابيب النقل لمنشئة الخزن النفطي التابع لشركة النفط اليمنية فرع الساحل، مؤكدا أن هذه المنحة ساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناة المواطنين جراء الانقطاعات الكهربائية المتكررة. وبين العكبري أن منشآت الخزن الاستراتيجي التابعة لشركة النفط تسهم في تخزين وقود المنحة لمحافظات حضرموت والمهرة ومارب والجوف، معربا عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية لما قدموه من دعم سخي في توفير منحة الوقود لمحطات الكهرباء في سياق دعمهم المتواصل لحضرموت والمحافظات المحررة. صادرت لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك بمديرية الشحر كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية بمدينة الحامي، وتأتي المصادرة عقب تنفيذ حملة تفتيش واسعة يوم الثلاثاء شملت المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات ومخازن توزيع الأدوية، ونفذها المختصين باللجنة المشتركة بمكتبي الأشغال العامة والتجارة والصناعة. وتم استهداف وتفتيش 42 موقعا ضبطوا خلالها 150 صنفا من المواد الغذائية والمشروبات والبسكويت منتهي الصلاحية تباع للمواطنون في الأكشاك والمحال التجارية. ضبط خلالها 150 صنفا من المواد الغذائية والمشروبات والبسكويت منتهي الصلاحية تباع للمواطنين في الأكشاك والمحال التجارية، كما ضبطت بعض الأدوية منتهية الصلاحية. هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه 17 مخالفا من وقائع الضبط. أصدر مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت تعميما لمدراء مكاتب الأوقاف وأئمة وخطباء ومؤذنو مساجد الساحل بشأن استخدام مكبرات الصوت في المساجد. وجاء في التعميم أنه بناء على كثرة شكاوى المواطنين من استخدام مكبرات الصوت الخارجية،
وما سببه من إزعاج وتشويش للبيوت والمنشغلين ونحوهم، جاءت الشريعة الإسلامية برفع الضرر على الناس، وألزمت تعميم المعنيين باستخدام مكبرات الصوت الخارجية في الآذان وخطبتي الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف، ومنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المحاضرات والدروس والمواعظ والمناسبات المقامة في المساجد. وشدد التعميم مدراء المكاتب بالتواصل مع مدراء عموم المديريات ومدراء الأمن ورؤساء الأحياء والحارات لضبط المخالفين والرفع إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. ناقش مجلس إدارة مستشفى سيئون العام جملة من الإجراءات التنفيذية لرفع كفاءة المستشفى وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بأوضاع المستشفى، نظرا لأهمية المستشفى باعتباره مرجعية فنية لكل المرافق الصحية في عموم مديريات الوادي والصحراء. وأكد الاجتماع على أهمية تقييم مستوى الخدمة المقدمة والاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية والفنية والمادية المتوفرة في المستشفى، والحرص على زيادة الاهتمام بصيانة الأجهزة والمعدات وتجديدها لضمان استمرارية نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وكذا صرف استحقاقات العاملين الصحيين بحسب اللوائح والنظم المتبعة. كما جرى في الاجتماع التأكيد على أهمية معالجة المديونية المتراكمة المقيدة في سجلات المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية خلال العام المنصرم بحسب الإمكانيات المتوفرة، من أجل الانطلاق خلال العام الحالي لاستحداث خدمات صحية إضافية جديدة تعزز الخدمات المقدمة من المستشفى في كافة التخصصات. تسلمت إدارة مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت اليوم 21 طنا من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي الخاصة بمرضى الفشل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وفي المراسيم أشادت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بالجهود الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شاكرة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعمها السخي والمتواصل لأشقائهم، مشددة شكرها لقيادة التحالف بوادي وصحراء حضرموت لتدخلاتهم في الجانب الصحي وتفقدهم لتلك المراكز وتحديد الاحتياجات اللازمة لها. من جهته أوضح مدير مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت مساعد برويشد بأن مراكز الكلى بحضرموت قد استلمت خلال العام المنصرم 56 طنا من المحاليل ومستلزمات الخاصة بمرضى الفشل الكلوي بما يزيد عن 4000 جلسة استصفاء. هذا ويستفيد مراكز الكلى في سيئون والقطن إضافة إلى هيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا من تلك المعونة والتي تعتبر الدفعة الثالثة والأولى للعام الجاري بواقع 1750 جلسة استصفاء دموي. ناقشت لجنة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع في اجتماعها بالمكلا التصورات والمقترحات لأنشطتها عام 2019 والمتوافقة مع مخرجات المؤتمر في الجوانب العسكرية والأمنية. وأقرت اللجنة خطط النصف الأول من العام الجاري والمتضمنة تنفيذ جملة من البرامج الميدانية للمنطقتين العسكريتين الأولى والثانية وقيادتي الأمن والشرطة في ساحل ووادي وصحراء حضرموت. وقيمت لجنة في اجتماعها أنشطتها للعام الماضي وورشة العمل التي أقامتها بمدينة المكلا في 3 ديسمبر الماضي حول تعزيز قوات النخبة الحضرمية وتطوير وتفعيل أجهزة الأمن والشرطة. وبدورهم أشار المجتمعون بتفاعل المؤسسات العسكرية والأمنية مع الاهتمام المجتمعي للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف الوحدات والأجهزة بما يسهم في تلافي القصور والتطوير المستمر لمهامها ومساعدتها على تحسين وتعزيز قدرتها في تحقيق الأمن والاستقرار. عقد الجهاز الفني والإداري لنادي سمعون بمدينة الشحر مؤتمرا صحفيا للحديث عن استعدادات النادي لمواجهة شباب القطن على ملعب جواس بمدينة سيئون ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس حضرموت النسخة السادسة.
وأكد رئيس نادي سمعون الشحر أحمد قارش على استعداد الطاقم الفني والإداري للفريق يوم السبت في مواجهة شباب القطن، داعيا الجماهير للحضور ومساندتهم لفريقهم في المباراة المصيرية. وبدوره أوضح مدرب سمعون الشحر خالد بشير بأن وصولهم للدور النصف النهائي أتى بعد الصعوبات الكبيرة التي تواجههم، مضيفا أن الثقة العالية للاعبين والإمكانيات الجيدة للفريق هي التي سترجح كفتهم أمام شباب القطن. وفتحت خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز الزهرة الإعلامي بالشحر باب الأسئلة أمام الصحفيين للإدارة والجهاز الفني لسمعون الشحر. هذا وكما يخوض التضامن مباراة يوم الجمعة أمام اتحاد سيئون على ملعب جواس بسيئون ضمن الدور النصف النهائي لبطولة كأس حضرموت النسخة السادسة. تستمر منافسات المرحلة الختامية لدور الأربعة ضمن بطولة المحبة والسلام لكرة اليد لأندية الأربعة المتأهلة من تجمعي سيئون ولحج، وهي شباب القطن وتضامن المكلا وشرارة لحج وشعلة عدن، ذلك لخروج تلك الفرق في مواجهات اليوم الثاني للبطولة بالتعادل، لتجري أحداثها في الملعب الشامل للألعاب الرياضية بملعب الفقيد براد بالمكلا. ففي المباراة الأولى تعادل الشعلة العدني مع الشرارة من لحج، وفي المباراة الثانية تعادل أيضا التضامن وشباب القطن. وتختتم المرحلة بمواجهات الحسم والتتويج بين التضامن مع الشعلة وشباب القطن والشرارة، مع فقرات الاختتام ومراسيم التكريم. بهذا الخبر أعزائي المشاهدين نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا هذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. وزير النقل يصل حضرموت ويتفقد بمعية محافظ حضرموت عددا من المنشآت والموانئ بالمهلا. وصول أكثر من 6500 طن إلى الديزل المخصص لشحن محطات الكهرباء من المنحة السعودية. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يسلم مراكز الكلى بحضرموت محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله. Thank you.